بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الـ unsaturated hydrocarbon، ولما بنقول unsaturated أو غير مشبع بنقصد الألكين والألكاين، يعني المركبات اللي هي بتحتوي على سنجل بوند اللي هي الألكان دي بتبقى saturated. طيب لو unsaturated يبقى هشوف دبل بوند أو تريبل بوند، ده المقصود بالإيه؟ بالانساتوريتد. فاحنا هنتكلم عن الالكين والسايكلو الكين. اول حاجه طبعا الالكين او الدبل بوند دي بتبقى عباره عن رابطتين، رابطه سيجما والتانيه ايه باي. كل كربونه من الكربونتين اللي هم عاملين الدبل بوند بيبقى نوع التهجين بتاعها او الهايبرديزيشن SB2، لأنها إيه جاية من أوربيتال S مع 2 من البي، والأوربيتال التالت اللي بيبقى في البي ده اللي بيعمل لنا الإيه الباي بوند. تمام، إن شاء الله نبقى نتكلم بقى عن الهايبرديزيشن ده في فيديو لوحده يعني. بس مبدئيا كده لما بلاقي دبل بوند بعرف على طول إن نوع التهجين SB2. طالما نوع التهجين SB2 يبقى الزاوية 120 درجة والجيومتري ترياجونال بلانر. احنا عارفين طبعا لما بتبقى SB3 تبقى الزاوية 109.5 والجيومتري أو الشكل بيبقى تتراهيدرال، لما بتبقى SB بتبقى الزاوية 180 والشكل لينير. دايما تربط كده الإيه الأمور ببعضها، يعني اتكلم هنا عن الـ SB2 اللي موجود في الرابطة الدبل. طيب لو كانت رابطة سنجل يبقى نفتكر كده ان هي كانت SB3 والزاوية 109.5 وال الجيومتري او الشكل بيبقى ايه تتراهيدرال. دبل بوند يبقى يبقى نوع التهجين SB2 والزاوية 120 والشكل تراياجونال بلانر. طيب يبقى الرابطة بتبقى في واحدة سيجما والتانية باي، الزاوية 120، في هنا رابطة باي ورابطة سيجما. طبعا السيجما دي تبقى قوية لأنها ناتجة من تداخل إيه SB2 مع SB2 هيد باي هيد، الرأس في الرأس، فبتبقى رابطة قوية. لكن الرابطة باي ناتجة من إيه تداخل ال 2B أوربيتال مع ال 2B من الكربونة التانية، فبتبقى رابطة إيه تداخل سايد باي سايد، فالرابطة نفسها بتبقى ضعيفة. تمام، وطالما إن هي ضعيفة يبقى هتبقى سهلة الكسر، يبقى نتوقع إن هيبقى في تفاعلات بتتم على الدبل بوند أكتر من الإيه السنجل بوند اللي كانت موجودة في الألكان. كان بيحصل نوع واحد من الرياكشن في الألكان اللي هو الفري راديكال سبستيوشن، كان بيحتاج درجة حرارة عالية أو طاقة الضوء أو اليو في لايت. تمام، يبقى as a result الكين undergo many reaction بيتم عليها تفاعلات أكتر من اللي بتحصل للألكان. وطبعا الجنرال فورمولا للألكين CnH2n، يعني لو عوضنا عن ال N بواحد طبعا مش هينفع يبقى الكربونة واحدة وتعمل دبل بوند، يعني لازم على الأقل كربونتين، يبقى C2H 2 في 2، طالما ال N ب2 يبقى C2H4. ده أبسط إيه الكين عندنا أو الأسيلين اللي هو إيه H وH. تمام، ده كده الألكين، يبقى بينقص 2 عن الألكان، كان هناك CnH2n بلس 2، هنا CnH2n بس. طيب الألكين دي ليها اسم تاني بيسموها الأوليفينز، بيسموها الإيه؟ الأوليفينز. الألكينز طبعا كونتين كربون كربون دبل بوند، قلنا الكلام ده. في ثلاث أنواع من الألكين على حسب مكان الإيه؟ الدبل بوند، إما الدبل بوند تبقى موجودة في التيرمينال او في الطرف في احد الطرفين يعني، فبنسميها تيرمينال الكين، اللي هي ان الدبل بوند ات ذا اند اوف ذا كاربون تشين، في نهايه الايه الكربون تشين.
اما الانترنال الكين بتبقى الدبل بوند ايه جوه، بيقول لك على الاقل يبقى فيه كربونه مرتبطه بالدبل بوند، يبقى فيه كربونه هنا، ما كانش فيه كربونه يعني، هي كانت على على في النهايه، يمكن هنا فيه كربونه بعد الدبل بوند، فعلى ذلك بنعتبرها ايه انترنال الكين. وفي طبعا السايكلو الكين، هو سايكليك عادي وجواه ايه دبل بوند، يبقى دبل بوند في حلقة في رينج بنسميها سايكلو الكين، دبل بوند عند الاند او في النهاية بنسميها تيرمينال الكين، دبل بوند بعديها على الاقل كربونة واحدة يبقى ايه انترنال الكين. طيب نيجي للتسمية، طبعا اول حاجة بنشوف البيرنت هيدروكربون، نشوف اطول سلسلة، بس شرط هنا ان لونجست كاربون تشين ديت اطول سلسله لازم تكون ايه كونتيننج الدبل بوند، لازم تحتوي على الدبل بوند، ما ينفعش اختار اطول سلسله وما تكونش بتمر بالايه بالدبل بوند، لازم الكربونتين اللي عاملين الدبل بوند يكونوا داخلين في الايه في التشين. طبعا هنستبدل المقطع ان بالمقطع ايه اين، يعني انا كنت بسمي مثلا كربونتين ايسان، هخليه بقى ايه ايسين، بروبان هتبقى ايه بروبين، ثلاث كربونات كان اسمها بروبان في الالكان، هنا بقى اسمها ايه بروبين. في اسماء كومون الكربونتين بنسميه ايثيلين، والبروبين بنسميه بروبايلين، يعني بدل ما كنا بنضيف ان اي ان اي في الكومون بنضيف ايه واي ال اي ان اي، واي ايثيلين بروبايلين وهكذا. يبقى رقم اتنين بنشوف نرقم من الجهة الأقرب للإيه للدبل بوند، يعني أنا مثلا ممكن أبدأ من الناحية دي ولا أبدأ من الناحية دي، لا نشوف الناحية الأقرب للدبل بوند، فلو بدأنا من هنا واحد اتنين يبقى الكربون الدبل بوند عند رقم اتنين، لو بدأنا من هنا كان هيبقى واحد اتنين تلاتة أربعة، طبعا ده إيه يستبعد طالما إن الأفضل طبعا إن إحنا ندي الدبل بوند أقل ترقيم. طيب لو أنا جيت مثلا هنا عايز اشوف ابدأ من الجهة دي ولا من الجهة دي، اقول واحد اتنين تلاتة عندي تلاتة، طب لو بدأنا من هنا واحد اتنين تلاتة برضو، فهي متساوية سواء بدأت من اليمين او من الشمال، هي هي. طيب ندي بقى بريوريتي للايه للبرانش، طالما انه دبل بوند على مسافتين او على مسافة متساوية، يعني بدأت من هنا او بدأت من هنا، نشوف بقى الايه البرانش التفرع، يبقى التفرع هنا يبقى ابدأ من الناحية دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، يبقى ايه الاتنين ميسايل عند رقم اتنين في مجموعة ميسايل، ولازم اقول رقم الدبل بوند، رقم الدبل بوند تلاتة، ده هي بين تلاتة واربعة، الدبل بوند دي بين ايه بين تلاتة واربعة، باخد الرقم الاقل تلاتة هيكسين، في ناس بتقول ايه هيكس وتحط التلاتة إين، يعني بتحط الرقم قبل المقطع إيه إين، ده صح وده صح. طيب لازم طبعا نكتب الاسم بالكامل، ونشوف كده الأمثلة اللي هو إيه مديها لي، محدش يجي مثلا يرقم يقول إيه أنا هبدأ من هنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، يبقى السلسلة دي أطول من اللي هو واخدها، لا أنت كده ما عدتش على الدبل بوند، لازم تكون الدبل بوند داخل الايه التشين، فانت ممكن تقول مثلا واحد اتنين تلاتة اربعة، دي هتبقى قصيرة في واحدة خمسة، يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة، يعني انت لازم تجرب كل الايه الاحتمالات، فلقينا ان دي اطول سلسلة وفي نفس الوقت بتمر بالايه بالدبل بوند، يبقى عند رقم اتنين عند الكربونة رقم اتنين في مجموعة ايه ايسايل، وده واحد بنتين عشان ايه عند رقم واحد في الدبل بوند وهم خمس كربونات يبقى ايه بنتين. طيب المثال ده نبدأ من الناحية دي اقرب للدبل بوند ولا نبدأ من الناحية دي، ده فيها التفرع هياخد رقم، لا التفرع هنا ملوش ايه بريوريتي، البريوريتي للايه للدبل بوند او الاولوية للدبل بوند، يبقى هبدأ ارقم من الجهة الأقرب للإيه للدبل بوند. طيب في مجموعتين ميسايل عند رقم ستة، يبقى ستة وستة داي ميسايل تلاتة، تلاتة ده رقم الدبل بوند، هبتين عشان هما سبع كربونات يبقى هبت،
والمقطع إين علشان في دبل بوند. طيب هنا ممكن برضو إيه حد يفكر أقول 1 2 3 4 5 6، لأ لازم تمر بالإيه بالدبل بوند، لازم تمر بالدبل بوند يعني سواء كده أو تاخد اللي فوق بس تبقى قصيرة، فلا خلينا في الإيه في أطول سلسلة وفي نفس الوقت بتمر بالإيه بالدبل بوند. ففي رقم 2 عنده إيسايل ورقم 4 عنده إيه ميسايل. طبعا زي ما اتعودنا بنبدأ إيه ألفابيتيكال، يبقى 2 إيسايل 4 ميسايل 1، لازم ما ننساش نرقم الإيه الدبل بوند 1 بنتين. طيب في حالة لو سايكلو ألكين أضيف المقطع سايكلو، يعني مثلا ده 6 كربونات يبقى سايكلو هيكسا عشان ايه 6 كربونات. طيب ايه بقى الداي اين؟ داي يعني 2، اين يعني دبل بوند، يبقى داي اين يعني في ايه في 2 دبل بوند، في الحالة دي في 2 دبل بوند. طب هما ارقامهم ايه؟ لازم ابدأ الترقيم بقى من عند الدبل بوند، يبقى 1 2 3 4 5 6، يبقى 1 و4 1 و4 سايكلوكسين، يعني الدبل بوند عند رقم 1 وعند رقم ايه 4. ما ينفعش اقول هنا 1 وارجع اكمل كده 2، لا طالما بدأت هنا 1 يبقى لازم تمشي في اتجاه الايه الكربونة التانية اللي عاملة معاها الدبل بوند، يبقى لازم نمشي في اتجاه نخلص الدبل بوند الاول. يعني مثلا هنا هبدأ من الدبل بوند، ادي 1 2 3، وممكن كنا نبدأ من هنا نقول 1 2 3. طب ايه الفرق؟ لو انت بدأت في اللي انت كاتبه ده كده بدأت 1 2 3 4 5 6، كده كده الدبل بوند اديتها ايه 1 و2، فهي كده 1. طيب هنا كده ال عند رقم 3 في مجموعة، يعني الأرقام هتبقى عندي 3 و6 و6، يعني في هنا 2 ميسايل 3 ايه و6 و6، طبعا ارقام كده ايه 15، مجموع 15. لكن لو خدنا زي ما هو كاتب كده 1 2 3، يبقى ماشيين في القيادة كده 1 2 3 4 5 6، يبقى الميسايل دي عند 6 والاتنين اللي فوق دول عند 3 و3، يبقى مجموعهم ايه 12. فطبعا المجموع ناخد المجموع الاقل، فنمشي في الاتجاه اللي يدي السبستيتوانت ايه ارقام اقل. طيب هنا نبدأ من عند الدبل بوند، طب ابدأ من هنا ولا من هنا؟ طبعا تبدأ من الناحية اللي تدي الدبل بوند اقل رقم، وفي نفس الوقت تدي ايه التفرع رقم اقل، يبقى 1 ميسايل سايكلو عشان دي حلقة، بنتا عشان 5 كربونات، وإين عشان فيها إيه دبل بوند. طيب نرقم هنا نقول الواحد بنتين، لا ما خلاص طالما أنت قلت الميسايل عند 1 يبقى أكيد الدبل بوند عند رقم إيه 1. طيب لو بدأنا هنا برضو أبدأ الدبل بوند من عند رقم 1، أو أبدأ 1 من عند الدبل بوند، 1 2 3 4 5، يبقى 3 و5 داي ميسايل لأن مجموعتين ميسايل وسايكلو وهيكسين هيكسين. تمام، ما ينفعش تبدأ مثلا ايه تقول 1 2 3 4 كده ايه كده التفرعات هتاخد ايه ارقام اكبر، 5 6 تاخد 4 و6، لا امشي يعني مثلا بدأت كده 1 2 واكمل في اتجاه التفرع، يعني ما اروحش اشوف بقى تفرع بعيد، لا امشي في اتجاه اللي التفرع ياخد رقم اقل. دي امثله على التسميه. سؤال التسميه في الامتحان من الاسئله المضمونه لو انت عارف ايه شويه القواعد البسيطه اللي احنا بنتكلم فيها دي. قول 1 2 3 4، يبقى عند 2 في مجموعه ميسايل وعند رقم 2 في الايه الاين، فيبقى بيوت 2 اين او 2 بيوتين، الاثنين صح، يا اما هتدخل الاين قبل الاين التو قبل الاين على طول او تقولها قبل الايه الاسم. طيب هنا طبعا نبدا برضو من الناحيه الاقرب للتفرع، سواء بدات من الكربونه دي او من الكربونه دي مفيش فرق، يبقى ايه عند رقم 2 في ميسايل
وعند رقم 5 في ميسايل، ما اقولش 2 ميسايل و5 ميسايل، لا اجمعهم مع بعض 2 و5 داي ميسايل، يعني ايه في 2 مجموعتين ميسايل. طب الدبل بوند عند رقم كام؟ 2، يبقى 2 هيكسين، 2 هيكسين. طيب نبدأ برضو من الناحية الأقرب للتفرع، أدي 1 أدي 2، يبقى الدبل بوند عند رقم 2 وهم 6 كربونات يبقى هيكسين. عند 5 في 5 و5 إيه؟ داي ميسايل، مجموعتين ميسايل، 5 و5 داي ميسايل. طيب الكربونة الدبل بوند هنا 1 2 أو 1 2، لا ابدأ من الناحية اللي تدي الكلورة أقل رقم، وفي نفس الوقت الدبل بوند إيه كده كده عند رقم 2، سواء بدأت من الاتجاه ده أو من الاتجاه ده. فالصح طبعا إن احنا نبدأ من الناحية دي علشان ندي الكربون دبل بوند بتاعت رقم 2، وفي نفس الوقت إيه ندي الكلورة رقم 1، يبقى 1 كلورو 2 بيوتي، 2 عشان الدبل بوند عند رقم إيه؟ 2. طيب نبدأ من هنا 1 2 3، يبقى ايه 4 5، يبقى عند 4 في ميسايل وهو ايه 2 بنتين، 2 بنتين يعني عند رقم 2 في دبل بوند 2 بنتين. طيب المثال الثاني ده نشوف اطول سلسلة بحيث ان هي ايه تمر بالدبل بوند، ما ينفعش بقى حد يقول لي 1 2، لا ده في سلسلة اطول ان هي تبدأ كده 1 2 3، يبقى عند 3 في ميسايل وعند 3 برضو في الايه الدبل بوند، يبقى 3 هيبتين. طيب بالنسبة للمثال ده أبدأ من الناحية دي ولا أبدأ من الناحية دي؟ طبعا لو بدأنا من الناحية دي هتبقى أقرب للتفرع، 1 2 3، يبقى عند 3 و6 في ايه في داي ميسايل 3 أوكتين، هم 8 كربونات يبقى أوكت وفيها دبل بوند تبقى ايه إين. طيب المثال ده نبدأ برضو من الناحية الأقرب للتفرع للدبل بوند سوري، يبقى 1 هيبتين، 7 كربونات يبقى هيبتين. طب عليها إيه؟ عند رقم 3 في كلورو وعند رقم 4 في برو 5 في برومو، بس نبدأ من البرومو عشان إيه بنكتب ألفابيتيك. تمام طيب نشوف المثال ده، لو بدأت من هنا 1 2 3 4، طب لو بدأنا من هنا 1 2 3 4 سوري، يبقى ايه تساوى ان انت تمشي كده او تمشي كده. نشوف بقى الحاجة اللي بعد كده الدبل بوند سوري التفرع، يعني كده التفرع هياخد 2، لكن لو مشينا من الناحية دي كده التفرع هياخد 4، يبقى نقول ايه لا 2 و5، لو ما انت ماشي كده هتبقى المجموعة التانية دي عند 5، يبقى 2 و5 داي ميسايل 4، ده رقم الدبل بوند اوكتين، سواء بقى انت ماشي كده او ماشي كده هيبقى ايه 4 اوكتين. طيب نشوف المثال ده 1 2 3، 1 2 3، هنا البي ار عند رقم 2، يبقى ابدأ من الناحية دي الأقرب ليه، يعني طالما تساوي كده مشيت من هنا هتاخد 3، مشيت من هنا هتاخد 3، فنبدأ بقى من الناحية الأقرب للتفرع، فيبقى التفرع عند رقم 2 وده 3 و4، يبقى 4، أبدأ بالبرومو ولا أبدأ بالميسايل؟ يبقى 2 برومو 4 ميسايل 3 هيكسين، إيه التلاتة دي؟ ده رقم الدبل بوند، لو أنا كده 1 2 3، يبقى الدبل بوند عند رقم إيه؟ 3. طيب نشوف المثال ده، ده سايكلو بنتين، سايكلو بنتين، وتبدأ الترقيم من عند الدبل بوند، تمشي في اتجاه التفرع، يعني تقول 1 2، تمشي في اتجاه، ما تجيش حد بقى يقول لي 1 2 3 4 5 كده التفرع خد ايه 5، لا امشي امشي يعني رقم الدبل بوند تاخد رقم 1 وامشي في اتجاه الايه السبستوانت التاني او الاستبدال يعني اللي عندي، قول 3 ايسايل سايكلو بنتين، مفيش مشكلة ان انت تقعد تجرب في الامتحان تشوف تمشي من ناحية ليه. طيب نشوف كده السؤال ده برضو، لازم نبدأ من الدبل بوند، يا اما نبدأ كده 1 2، يا اما نبدأ كده 1 2 3 4 كده او كده، هتبقى ايه هي هي كده كده مجموعتين ميسايل هيبقوا عند ايه 4 و5، يبقى 4 و5 داي ميسايل سايكلو اكسان. انا عايز اللي يجي يذاكر المحاضرة دي لازم ايه يدرب نفسه، يخبي الاسم
ويرسم الاستراكشر، او يبقى قدامه الاستراكشر ويكتب الاسم. يعني لازم تعكس مره بيبقى قدامك الشكل مرسوم وانت تسميه، او مره تكتب الاسم وانت ايه ترسم الشكل. طبعا بنبدا بالبيرنت، يعني مثلا بيقول سايكل وهكسين، فتقوم عامل ايه سايكل كده، والمفروض هيبقى فيها دبل بوند. طيب بيقول لك 4 ايسايل وثلاثة ميسايل، فلازم بقى تحط الدبل بوند، وليكن مثلا هنا. هسيبك من اللي هو رسمه ده، انا اللي برسم دلوقتي. طيب بدأت من هنا، اقول بقى ده 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5، عند رقم 4 في ايه؟ في ايسايل، يبقى نحط عند رقم 4 كربونتي عشان يبقى ايه ايسايل. طيب عند رقم 5 سوري، وهنا كان بيقول ايه 3 ميسايل، يبقى عند رقم 3 4 ايسايل، خلاص حطينا الايسايل، وعند 3 حطينا الايه الميسايل. طيب نشوف المثال ده، المثال ده بيلخبط ناس كتير، وفي ناس ممكن يعني تتلخبط فيه كتير. يقول انا هبدأ من هنا مثلا 1 2 3، فيبقى ايه الكربونات عند ايه 2 و3. لا الكلام ده ايه مش مظبوط، لا انا ببدأ من عند الايه لازم الدبل بوند، طالما عندها تفرع يبقى تاخد ايه ترقيم الاول. يعني اقول 1، اعتبر ان الكلورة دي مش موجودة دلوقتي، فانت كنت هتدي الكلورة دي رقم 1، الكربونة دي 2 3 4 5 6، الكلورة التانية دي عند رقم ايه 6، يبقى 1 و6 داي كلورو هيكسين. طيب المثال اللي بعد كده برضو نفس الكلام، هنشوف التفرع فين، ونبدأ عن عنده 1 2 3 4 5، يبقى عند 5 في إيسايل، وعند 1 في ميسايل وسايكلو هيكسين. طبعا بنمشي الفابيتيكال، الإيسايل قبل الإيه قبل الميسايل. طيب كده خلصنا التسمية. في حتة في الستيريو كيمستري بيقول لك لو عندك دبل بوند زي اللي موجود عندنا ده، وعليها تو جروبس موجودين كده، لو هم في نفس الاتجاه مع بعض فوق او مع بعض تحت، يبقى بنسميها ايه سيس، فده اسمه سيس. وبعدين تسمي عادي خالص، تقول ادي 1 2 3 4 5 6 6 كربونات، يبقى هيكس 3 إين، عشان الدبل بوند موجود عند رقم 3، فده سيس هيكس 3 إين. طيب لو كانوا بقى ايه مش في اتجاه واحد، يعني واحدة موجودة فوق الدبل بوند وواحدة تحت الدبل بوند، بنسميها ايه ترانس، يبقى ترانس هيكس 3 إين. يبقى طبعا المركبات الترانس بتبقى مور ستيبل لانهم بعاد عن بعض، مش عاملين ستريك هندرانس، فيبقى المركب مور ستيبل. ده كده بالنسبة لحتة الايه السيس والترانس. طبعا في حاجة برضه اسمها اي وزد، هتيجي كمان شوية في الالكاين هنبقى نتكلم عنها، امتى اقول اي وامتى اقول زد، بس هي شبه السيس والترانس، يعني بتعتمد نفس الفكرة يعني. طيب البروبرتس اوف الكينز كلام معروف، الالكين ليها لو ميلتنج بوينت وبويلنج بوينت طبعا نتيجة الرابطة الباي، فسهلة الكسر او ان احنا ايه نعمل لها بويلنج او ميلتنج. البويلنج بوينت والميلتنج بوينت انكريز از ذا نمبر اوف كاربون انكريزز، دي معلومة معروفة، كل ما بيزيد عدد الكربون المولكيولار ويت بيزيد، البويلنج بوينت او الميلتنج بوينت هتزيد نتيجة زيادة الايه السيرفيس اريا، طبعا زي ما عارفين ان الروابط هنا ايه فاندرفال forces. الالكينز ار سوليبل ان اورجانيك سولفنت، بيدوبوا في الحاجات اللي هي الاورجانيك لانه هو نون بولر، فيدوب في السولفنت الايه الاورجانيك، وان سوليبل في الميه، ما بيدوبش في الميه عشان هو ايه الميه بولر. طيب ازاي اعمل بريباريشن للالكين؟